او مش هكذب عليكي، انا زي ما صعبت عليا نيره، انا صعب عليا الولد، لان انا حسيت ان الولد صغير جدا، ما عندوش اكسبيرينس، بيصدق كل حاجه، ابتدى يغير يغير غيره عمياء. في ناس كده، في ناس، في رجاله لما بتغير يعني ما بتقتل. هو انا ما حدش يضحك عليا، انا ما بقاش هفق، انا مش عارفه ايه. فيمكن حاجه زي كده حصلت بينهم. تصريحات جريئة جدا وغريبة طلعت من الفنانة حورية فرغلي عن موضوع محمد عادل مرتكب واقعة نيرة أشرف، وطبعا التصريحات دي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا وخصوصا من الفانز بتوعها، طبعا حوالين موضوع تعاطفها مع عادل. أنا ماريا مجدي، ويلا نعرف يا ترى حورية فرغلي قالت إيه بالظبط عن محمد عادل. قضية نيرة أشرف بقت في الفترة الأخيرة من أهم قضايا الرأي العام اللي شغلت مصر كلها. فبعد ما محمد عادل أنهى حياة الشابة الجميلة نيرة أشرف بصورة محزنة جداً وقاسية، اتعاطف الرأي العام في مصر والوطن العربي كله مع نيرة أشرف علشان يخرج أسرع حكم في تاريخ القضاء المصري على محمد عادل، ويبدأ بعدها تطور الأحداث الدرامية يتحول للعكس بنسبة 180 درجة، أكننا في فيلم بالظبط، وتبدأ ناس كتير على السوشيال ميديا تتعاطف مع محمد عادل بصورة كبيرة جداً. وطبعا ده لمجموعة أسباب ملهاش حصر، زي الخروج المتكرر لأسرة نيرة أشرف على السوشيال ميديا، والحاجات اللي حكاها محمد عادل عن علاقتهم وعن القصة من وجهة نظره وتطور الأحداث وغيرها كتير. وكان من ضمن الناس اللي تعاطفت مع محمد عادل في الفترة الأخيرة وبصورة مفاجأة جدا الفنانة المصرية المشهورة حورية فرغلي، اللي كان رد فعلها على الواقعة وعلى اللي عمله محمد عادل وتبرير ده عمل صدمة وجدل لمعظم جمهورها على السوشيال ميديا، وده كان بشكل ملفت للنظر جدا. ووضحت حورية فرغلي موقفها من قضية محمد عادل في تصريحات قالتها، فقالت اتعاطفت مع محمد عادل زي ما تعاطفت معاها، وصعب علي الولد لأنه صغير جدا وما عندوش خبرة وبيصدق كل حاجة وحبها جدا وغار عليها غيرة عمياء، وفي رجالة لما بتغير بتقضي على حبيبتها وتكون البنت ما عملتش حاجة، يعني من نوعية أنا محدش يضحك عليا وأنا ما يحصلش فيا كده. وأضافت حورية هما كانوا صحاب وساعدها في المذاكرة وبدأ يحبها قبل ما تبقى موديل لأنه حبها لشخصها، فبدأت تغير طريقتها معاه. وأنا سمعت مسج من المسجات اللي انتشرت وهي بتقوله أنا لقيت حد أحسن منك، وفي رجالة لما تسمع الكلام ده بيوصل بيهم الموضوع للي حصل بالظبط. وتابعت والولد قال الكلام ده في المحكمة ومحاولش حتى انه يكذب او يجمل اللي عمله، وفي رجاله كتير بتكون مريضه بمرض الغيره بس برضه ما يوصلش للموضوع ده. ودفعت حوريه عن اللي بيتهم الفن بالتسبب في انتشار الوقائع اللي زي دي، فقالت الفن عمره ما يتسبب في كده، اللي بيقول كده ينشر الافلام دي ويورينا. انا شخصيا رفضوا يخلوني اقدم الجزء الثالث من مسلسل ساحره الجنوب بسبب مشاهد الرعب اللي فيه، لكن الفن دوره انه يمثل الواقع. وتقسم جمهور حورية فرغلي بين المؤيد لكلامها بصورة كبيرة وبين المعارض تماماً للتصريحات دي، واللي شايف إن اللي عمله محمد عادل لو ما تعاقبش عليه عقاب شديد هيخلي المجتمع عبارة عن غابة. وتعتبر حورية فرغلي ممثلة مميزة وشاركت مؤخراً في مسلسل أيام، والمسلسل بطولة الفنان رياض الخولي وسلوى خطاب وشيري عادل وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة. ومن المقرر يتعرض فيلم براءة ريا وسكينة لحورية فرغلي، وده خلال الفترة اللي جاية، وبتدور أحداثه حوالين محاولة إثبات براءة ريا وسكينة واعتبرهم ضحية ظروف المجتمع وقسوته. والفيلم بطولة وفاء عامر وحورية فرغلي وحسن عبد الفتاح وشريف باهر وأشرف مصلحي ومنة فضالي وغيرهم من الفنانين. وفي الختام، تفتكروا رأي حورية فرغلي بسبب إنها متأثرة بالمسلسل الجديد ولا مجرد تعاطف مع أي حد بيعاني من منطق يعني إن حتى الجاني بيكون ليه أسباب نفسية، وإن اللي بيرتكب جريمة بيكون في الأصل حد كويس وطيب لكنه توجع لدرجة كافية إنه يتحول لجاني انتقاماً لنفسه، ولا إيه الحكاية بالظبط؟ قولولنا رأيكم في الكومنتات. إنتوا كمان متعاطفين مع أنهي طرف بالظبط؟